أهلا بكم. أطلق حقوقيون ونشطاء مصريون حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحق المعتقلين السياسيين بالسجون المصرية في إدخال الألبسة والبطاطين خلال فصل الشتاء، وعبر هاشتاج معركة البطاطين باللغتين العربية والإنجليزية عبر الكثير من النشطاء عن غضبهم لحرمان المعتقلين السياسيين من الحصول على هذا الحق، معتبرين أن ذلك يأتي في سياق الانتقام السياسي. وتفاعل العشرات من أهل المعتقلين عبر الوسم، وفي مقدمتهم ذو معتقلي سجن طرى شديد الحراسة، وأكدوا أنه لا يوجد مراتب أو وسائد لدى المعتقلين، وأنه حتى المرضى وكبار السن ينامون على الأرضية الإسمنتية مباشرة من دون حائل في جو شديد البرودة منذ دخول فصل الشتاء، بالإضافة إلى القتل عمدا وبالبطيء بسوء التغذية والإهمال الطبي والتكدس وسوء التهوية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول السيد علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، أرحب به. كما انضم إلينا عبر هاتف من اسطنبول المهندس مدحت الحداد، شقيق الدكتور عصام الحداد وعم المهندس جهاد الحداد، المعتقلين في سجن طرى. ومعه أبدأ، يعني سيد مدحت الحداد، يعني ما هي أوضاع المعتقلين في سجن طرى؟ ماذا عن البطاطين؟ ماذا عن الوسائد؟ ماذا عن حالة المعتقلين في سجن طرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف خلق سيدنا المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أن الحال الآن في سجن طرى وباقي السجون المصرية حال يرثى له تماما، أبعد ما يكون عن أي حقوق لهؤلاء المعتقلين على الإطلاق. لم ترى السجون المصرية حتى في عهد عبد الناصر نفسه هذا الإجرام المتفشي في معاملة السجناء المظلومين بقضايا وهمية. هذه المعاملة مسحوب منهم الآن كل أدوات الحياة، البطاطين التي يستدفئون بها في هذا البرد في الشتاء، الأدوية التي تنفعهم في علاج الأمراض المزمنة التي عندهم، الأكل الذي يأتي من الخارج اتمنع بالكلية تماما، حتى الملابس الداخلية منزوعة منهم، التي ملبسهم ملابس السجن، وبدلة السجن دي بدلة خفيفة جدا، بدلة صيفي يعني ما تكفيش حتى تلبس بالنهار في الشتاء، ما تنفعش، فما بالك بالليل في الشتاء. المعاملة سيئة جدا 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 جدا. حضرة ممودك بس بسجن برج العرب، وشوف بقى ترى يبقى يعني أضعاف سجن برج العرب. السجن ده اتمنع عنه أي مستحضرات مع الأهالي على الإطلاق في الشهرين الماضيين. يعني مهندس مدحت الحداد، هل ممنوع دخول البطاطين؟ البطاطين من الكانتين بتاع السجن، يعني هل دخول البطاطين الخاصة اللي المساجين اشتروا في شهر أكتوبر اللي فات من كانتين السجن بخمسة مليون جنيه، خمسة مليون جنيه في شهر واحد اشتروا بيه مشروبات عشان بس يلبسوا وياكلوا فقط لا غير. ده بيروح لمين؟ ده بيروح لضباط السجن. شهر نوفمبر بقى شددوا اكتر واكتر بمنع اي شيء من الدخول على الاطلاق. كانت النتيجه ان كانتين السجن باع للنزلاء للمساجين ب 10 مليون جنيه. يعني نوع من السرقه الواضحه تماما من ضباط السجن ضد هؤلاء المساجين. فما بالك ما يحدث بقى في طرى؟ شيء شديد جدا على هؤلاء المساجين. هذا هو واقع المساجين الآن في عهد عبد الفتاح السيسي الذي يقول في منتدى الشباب أن إنسانيته تغلب وظيفته. طيب خليني أذهب للسيد علاء عبد المنصف. سيد علاء عبد المنصف، يعني استمعت إلى السيد مدحت الحداد تحدث عن أوضاع سجن برج العرب وسجن طرى، يعني ما هي حقيقة الأوضاع في السجون؟ وهل فعلا هناك تعسف من إدارة السجون، وهناك خطة ممنهجة بسحب البطاطين بسحب الوسائد في السجون المصرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير وانا مساء حضراتكم. بالتأكيد اللي بيتابع سوء الوصف حالة الانتهاكات داخل السجون وقاعة الاحتجاز في مصر يعلم حجم هذه الانتهاكات بشكل واضح. الأمر غير متعلق فقط بالبطاطين، نحن وصلنا إلى أدنى طلبات الإنسانية والآدمية التي تطلب من إدارة السجون نحو المعتقلين والمحتجزين الذين بينهم وبين إدارة السجن قواعد قانونية وبنية قانونية من المفترض أن تلتزم بها. عندنا في الدستور المصري نصوص تدل على الكرامة وتؤكد على الكرامة الإنسانية. عندنا في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قواعد نيلسون مانديلا، قواعد قانونية حددت لتعامل القائمين على السجون مع السجناء. نحن أمام حالة من حالات الانتقام السياسي لا علاقة لها بتطبيق القانون، وذلك نتيجة غياب فكرة المحاسبة والمساءلة، غياب
مبدأ سيادة القانون لدى القائمين على السجن، وبالتالي ما فيش محاسبة ليهم وما فيش رقابة عليهم من أي جهة. وحتى الرقابة اللي بتأتي الرقابة الكرتونية، حتى الرحلات المجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض المنظمات الحقوقية من أجل تجميل صورة النظام وتحسينها، وللأسف هي تأتي بصورة عكسية، لأن التعامل يأتي بتعامل فج مضحك غير قريب نهائي من الحقيقة. الأمر وصل إلى أدناه، أن يصل معتقلين ومسجونين سواء سياسيين أو جنائيين أن يطالبوا بأبسط درجات حقوقية لهم، بطاطين لحمايتهم من القرص، الشتاء القارس في هذه الأيام. فنحن أمام تعنت. الدليل على هذا أننا أمام حالات انتهاكات قوية أدت إلى الوفاة نتيجة الإهمال الطبي ونتيجة الحالة الصحية غير المناسبة داخل السجون أو مقر الاحتجاز. نعم، أرجو أن تبقى معي. ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الصحفي حسام الوكيل، أحد المعتقلين السابقين في السجون المصرية. أستاذ حسام، يعني هل فعلا في فصل الشتاء يتم معاقبة المعتقلين، يتم تعنيفهم، يتم سحب البطاطين والوسائد وكجزء من العقاب؟ نعم، أهلا بكم السادة المشاهدين. في الحقيقة السجون في فترة الشتاء بتكون حالة من حالات العقاب الجماعي لكل المعتقلين السياسيين. ابتداء القانون بيكفل لكل معتقل الحق قانونا أن إدارة السجن تسلمه، إدارة السجون ما بتسلمش أي بطاطين لأي معتقل. كذلك إن هي بتمنع الأهالي من هم يدخلوا أي بطاطين قيلة أو أي نوع من الأدوات اللي بتساعد على التدفئة. ناهيك عن إن الزنازين بيبقى فيها فتحات تهوية مرتفعة على ارتفاع حوالي 3 متر كبيرة وواسعة، بتحول الزنزانة إلى حالة يعني تكون أشبه بما يكون للثلاجة. أستاذ حسام، إحنا ما سمعناش منك وأنت بتقول، يمكن الصوت راح، إنه قواعد السجون المصرية تشترط تسليم السجين ماذا يعني هل بطانيتين، بطانية، مرتبة، يعني ما هو المفروض؟ وفقا للوائح السجون المفروض ان كل اداره سجن بتسلم كل مسجون عدد 2 بطانيه. وكمان المفروض ان هي تسمح له بدخول اغطيه وملابس ثقيله على ان تكون ملتزمه بالالوان وال احنا مش سامعين صوتك يا استاذ حسين. وكذلك بتمنعهم تفضل كمل. نعم، كذلك إدارة السجون بتمتنع عن تسليم أي معتقل عدد الاثنين بطانية المنصوص عليهم في القانون، وكذلك بتمتنع عن تسلم أي بطاطين خارجية من الأهالي، كذلك بتمتنع عن استلام أي ملابس ثقيلة للمعتقلين أو للمساجين عشان حالات الإعياء اللي بتحصل بسبب برودة الجو. حضرتك كل زنزانة بيبقى عليها كبيرة من التهوية على ارتفاع 3 متر. الزنزانة إلى ثلاجة بالمعنى الحرفي. حضرتك، أنا كنت مسجون الشتاء القبل الماضي في سجن برج العرب. الزنزانة كانت بتتحول إلى ثلاجة فعلا. المياه داخل الزنزانة بتبقى مياه أقرب إلى الثلج، ولا يسمح على الإطلاق لينا بأي بطاطين أو أي حاجة. ولو في فترة من فترات حصل حالة حذر للفراجة وسمح لكل معتقل ببطانية واحدة، مع اي تفتيش او مع اي مشكله مع اداره السجن بيتم سحب البطاطين وسحب كل الملابس الاضافيه، وبيفضل كل معتقل بالكحول، ما يسمى بالكحول اللي هو الزي الرسمي داخل السجن، وهو نوع رديء جدا من القماش خفيف جدا، لا يعني يستر البدن بالكاد. شكرا. يستر البدن. شكرا جزيلا حسام الوكيل. نعم سيد حسام الوكيل، شكرا جزيلا على وجودك معنا. حسام الوكيل، شكرا لك. أيضا أشكر السيد مدحت الحداد، شقيق الدكتور عصام الحداد وعامل مهندس جهاد الحداد، شكرا جزيلا. طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية بتقديم الرعاية الطبية الفورية للمعتقلة في السجون المصرية عائشة الشاطر والسماح لعائلتها بزيارتها والإفراج عنها. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس جوك ستورك إن عائشة تعاني من ظروف سجن غير إنسانية
وتعيش أسرتها في محنة بسبب عدم معرفتها أي شيء عن وضعها الصحي الآن. وقالت المنظمة في تقرير لها إن السلطات تحتجز عائشة الشاطر في ظروف احتجاز تعسفية منذ أكثر من عام، بما في ذلك الحبس الانفرادي الممتد لأشهر والحرمان من الزيارات العائلية. وأوضحت المنظمة أن الشاطر مصابة بفقر الدم وفشل نخاع العظم، وكلتهما حالة طبية خطيرة مهددة للحياة تتطلب رعاية طبية متخصصة. أخذ يعني ما قالته يومن رايتس ووتش وأذهب للسيد علاء عبد المنصف. السيد علاء عبد المنصف، ربما الحديث عن النساء في السجون المصرية حديث يعني طعمه مر كما يقولون، لأنه يعني هذا جديد على مصر. حتى يعني المتهم الذي يعني هو في طور الاتهام، عائشة الشاطر حتى الآن هي متهمة. لماذا التعسف من إدارة السجون المصرية مع حالتها بهذا الوضع الطبي الصعب؟ ده تأكيد لفكرة الانتقام السياسي. هذه الشخصية غير مقصودة في حد ذاتها، هي مقصود بها والدها ومقصود بها الحالة اللي بتمثلها. فكرة الخط الأحمر اللي كان لدى العادات والتقاليد المصرية انهار في ظل هذا النظام نتيجة هذه الممارسات غير الأخلاقية. نحن نتحدث ما دون القانونية، ما دون التشريعية، ما دون القواعد الملزمة. نحن نتحدث عن أخلاقيات وإنسانيات وصلت إلى أدناها. ماذا نفعل كمنظمات مجتمع مدني؟ ماذا تفعل؟ نعم. شكوى بيتم السماح لها بالأعمال الصحية على حسابها. هذه الحالة عايشة شرط تمثل حالة عشرات داخل السجون. كيف منظومة السجن والقيمة في مصر تربيع حالة شخصية سيدة في مصر تطالب بكافة الصور، بلاغات رسمية، نداءات واستغاثات من الأهالي، شكاوى رسمية، تقارير دولية تقول أنها استاذ علاء عبد المنصف. نعم نعم. بيان بيان منظمة هيومان رايتس ووتش يطالب السلطات المصرية بتقديم الرعاية الطبية الفورية والعاجلة، وفي ظل هذه الحالة الصعبة، يعني سواء ما لديها من فقر دم أو نخاع العظم أو غيره، يعني هل ستستجيب السلطات المصرية أم أنه الأمر يعني ربما محسوم بأنه كما تفضلت وقلت أن هناك عقاب للمهندس خير الشاطر من خلال ابنته؟ نحن نتمنى أن تستجيب الحكومة المصرية لهذه النداءات. للأسف نحن لدينا أكثر من 100,100 حالة قتل نتيجة الإهمال الطبي في مصر. لا نتمنى لعائشة الشاطر ولعشرات مثل عائشة الشاطر من نساء ورجال داخل السجون المصرية ومقر الاحتجاز أن يلقوا نفس النتيجة ونفس النهاية المأساوية التي طالت أكثر من 1,100 شخص مدني داخل السجون من المعارضين السياسيين. الأمر للأسف في مصر استهتار تام بفكرة حقوق الإنسان، استهتار تام بهذه النداءات وترويجها على أنها تدخلات في الشأن الخارجي وأكاذيب، ونحن نطالب على نفقتها الخاصة أن يتم نقلها ونقل العشرات مثلها إلى الرعاية الطبية المنصوص عليها في لائحة السجون، المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملات السجناء التي مصر هي جزء منها، النصوص في الدستور المصري كحفاظ على الكرامة الإنسانية. هذه ليس منحة ولا منا من إدارة السجن، هذا حق ملزم وفق النصوص القانونية التابعة لهذه الحالة. يجب الرعاية الصحية لكل معتقل أو كل سجين إلزاما وليس منحة ولا منا ولا تكرما من النظام. للأسف نحن أمام نظام استهتر بفكرة حقوق الإنسان، استهتر بحياة الناس سواء بالقتل المباشر، بالإهمال الطبي، بالتعذيب. نحن أمام حالات استهتار واضحة جدا في ظل رفع شعار أن مصر تحارب الإرهاب ورصد يعرف بسيط المعركة. سيد علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، المسايا مستمرة، وبعض الفاصل الشأن الفلسطيني، وفيه الخليل عصية على التهويد، شعار الجمعة 85 لمسيرات العودة تنديدا بالهجمة الاستيطانية التي تستهدف المدينة وبلدتها القديمة.